يا مرحبا وسهلا. تصريح الدكتور قاري الزبير هذا وخيرت بعد هون، يقول شي واقعي وش يتكلم عن الاتفاقية هون مستمرة ما عندها، وقالها وزير خارجية المغرب أنها ما عندها نهاية، اللي انتهى يوم 17 من هذا الشهر يوليوز هو البروتوكول المكمل للاتفاقية، ووزارة الصيد البحري فعلا في انتظار صدور القرار. لماذا؟ لأن القرار لا يتم تجميده حتى ولو أصدر منع تجديد البروتوكول، لا يجمد بقرار من المجلس التشريعي، من البرلمان، يعني السلطة التشريعية، لأن السلطة التشريعية هي اللي تتكلم باسم الشعب، وبالتالي قرارها لا يصبح إلزامي على الحكومات وعلى حتى مولي على السلطة القضائية، لأن السلطة القضائية من اللي شرع لها قاعد يشرع لها لا البرلمان، وتستمد يعني تشريعاتها كاملة من ذا اللي قالوا البرلمان، وبالتالي أي قرار مرق من البرلمان، من غرفة البرلمان بالإجماع، لا يصبح لاقي جميع ذيك القوانين ولا ذيك القرارات المصدرة ذيك المحكمة. هي المحكمة اللي تقول احنا مع العدل وكذا، وهذيك أقاليم وفاعل لها وترك لها قرزين، هذا اللي تصدره المحكمة، لا يوافق البرلمان على شيء ثاني، وبالتالي أظن على أنه النهاية قبال المقوسة هي تجديد هذا البروتوكول وتجديد الاتفاقية، وحتى يعني الدولة اللي يعني مستفع قبال من 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 من, من الاتفاقية هي الدولة أصلا قاع المعنية هي إسبانيا، وبالتالي إسبانيا راكم شفتوا اللي خلق فيها كامل هذا الأسبوع كامل، وتصريح ملي حكومتها.